بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية نرحب فيكم. اليوم تم توقيع عقود توسعة شبكة النقل في دولة قطر اللي نسميها المرحلة 11. طبعا هذه العقود بلغت 24 عقد مع 15 شركة عالمية ومحلية. قيمة الإجمالية لهذه العقود بلغت 7,700,000,000 ريال قطري، ومدة العقد المتوقع لإنجاز هذه المشاريع هي 4 سنوات، سيتم إنجازها على مراحل في ال4 سنوات القادمة. قطر مقبلة على العديد من مشاريع البنى التحتية، هذا سيؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء والماء، ما هي خطة كهرباء في هذا الناحية؟ طبعا هذه المشاريع اللي تفضلت بها أخذت في الاعتبار من خلال إعداد خطة قصيرة المدى خمسية وخطة طويلة المدى. عددنا عدد من الخطط من ضمنها توسعة الحالية التي تتكلم عنها اليوم وهي المرحلة 11، وهناك خطط أخرى، بحيث أن متوقع أن يتم صرف حوالي 30 مليار ريال قطري خلال السنوات القادمة في قطاع الكهرباء فقط، بالإضافة إلى ما سوف يتم صرفه في قطاع المياه. كذلك تستعد قطر لتأمين حاجتها من الطاقة الشمسية بحوالي 20% خلال 10 سنوات المقبلة، ما هي قيمة كهرباء في هذا المجال وماذا عن آلية التنفيذ؟ طبعا النسبة التي كهرباء قد اعتمدتها ضمن كهرباء فقط هي 2% في المرحلة الحالية، وهي ما يتعلق بالطاقة الشمسية. تم الآن طرح مناقصة لعقد استشاري للمشروع الطاقة الشمسية، ومتوقع إن شاء الله أن يتم ترسية العقد التنفيذ خلال سنة 2015. وهناك خطط الآن ودراسات مع قطاع مع شركاء آخرين لرفع هذه النسبة إن شاء الله. ماذا عن حملة ترشيد؟ ماذا عن أهدافها وماذا عن مستقبلها كذلك؟ طبعا حملة ترشيد هي حملة وطنية تهدف إلى خفض استهلاك الفرد من طاقة الكهرباء والمياه بنسبة 20% في قطاع المياه و35% في قطاع الكهرباء خلال 5 سنوات. الآن أمضت حملة أو برنامج الوطني ترشيد حوالي سنتين، النتائج كانت لله الحمد إيجابية جدا، بحيث أن خلال سنة 2013 مقارنة ب 2012 تم خفض استهلاك الفرد 10% في قطاع الكهرباء و6% في قطاع المياه. السؤال الأخير، ماذا عن خطة كهرباء لجعلها أول مؤسسة ذكية في قطر؟ طبعا هناك خطة طموحة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أن تكون كهرباء أول مؤسسة ذكية خدمية. الآن طبعا احنا استطعنا أن نحول كهرباء بحوالي 80-90% إلكترونية، وإن شاء الله ينتهي التحويل الإلكتروني خلال عام 2014، وهناك مشروع لتحويلها خلال عام 2015 إلى مؤسسة ذكية، بحيث أن يتم إنجاز جميع المعاملات دون أي تدخل بشري إلا في الحدود التي يتطلبها القانون التدخل البشري.